حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلن البنك المركزي العراقي أن الغرامات المفروضة على المصارف وشركات الصرافة بلغت أكثر من 119 مليار دينار عراقي خلال الأشهر العشرة الماضية. وأظهر جدول للبنك أن الغرامات المفروضة على المصارف وشركات الصرافة خلال الأشهر العشرة الماضية وابتداء من شهر كانون الثاني ولغاية شهر تشرين الأول بلغت نحو 120 مليار دينار، وأن الغرامات شملت أيضاً 378 عقوبة إدارية لهذه المصارف وشركات الصرافة توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال. اعتبر خبراء اقتصاديون أن الاستمرار بملاحقة شركات الصرافة الملتزمة بتعليمات البنك المركزي العراقي سيفاقم من أزمة الدينار. وأضاف الخبراء أن الإجراءات البوليسية التي يتم اتباعها في ملاحقة شركات الصرافة إجراء خاطئ يستخدم بشكل انتقائي وغير عادل بحجة ضبط سعر الصرف، لكن هذا الإجراء تسبب في تفاقم مشكلة سعر الصرف كونه يطبق على شركات الصرافة الملتزمة ويتغاضى عن شركات أخرى غير ملتزمة وتتبع لجهات متنفذة تضارب في السوق السوداء. أكد خبراء اقتصاديون أن استقرار سعر صرف الدينار أمام الدولار وتراجع المضاربات مرهون بإعادة ثقة المواطن بالدينار العراقي، وهذا يتطلب اتباع سياسات وإجراءات اقتصادية تقلل من الطلب على الدولار. وأضاف الخبراء أن المضاربة مرتبطة بارتفاع الطلب على الدولار، فهي فرصة للقطاع الخاص لتعظيم أرباحه، والحل هو باتباع سياسات تقلل الطلب على الدولار، مشيرين إلى أن إعادة ثقة المواطن للتعامل بالدينار تحتاج إلى وقت، إذ تطلب تطبيق سياسات أو يتطلب تطبيق سياسات وإجراءات اقتصادية. كشف مصدر مطلع عن إبلاغ وزارة المالية في بغداد نظيرتها في كردستان العراق بأنها سترسل آخر دفعة مالية حسب الاتفاق المبرم بين الجانبين. وقال المصدر إن بغداد أبلغت كردستان العراق بأنها سترسل مبلغ 700 مليار دينار مخصصة لصرف رواتب الموظفين، ولكنها ستكون آخر دفعة على أن يصار إلى اتفاق جديد بين الطرفين. وأشار المصدر إلى أن عدم إرسال بغداد أي مبالغ أخرى سيؤدي لأزمة جديدة شمالية العراق، حيث ستتوقف حكومة كردستان عن دفع الرواتب إذا لم تتفق مع بغداد. توعدت لجنة النقل والاتصالات النيابية بعقوبات قد تطال شركتي أسياسل وزين في حال لم يوفوا بالتزاماتهم. وقالت اللجنة إن شركة كوركا كانت تكدس الأموال وتم إيقافها لعدم دفعها المستحقات، وهو إهمال من قبل هيئة الإعلام والاتصالات بالرئاسات السابقة، مضيفة أنها ستتخذ ذات الإجراء مع شركتي أسياسل وزين إذا لم توفي الشركتان بالتزاماتهما المالية. ولنا هذه انتقال السريع مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.